وهذا لا يقوم بتوفير هذه الأدوية وبالسعر المعقول للمستهلك. أيضا الدعم الذي كان يقدم للدواء من فترة طويلة يزيل هذا الدعم عن الدواء، وبالتالي أصبح الدواء معروض كأي سلعة أخرى عرض وطلب. وبالتالي هنا هذه الظاهرة شجعت المهربين على التوجه إلى تهريب الأدوية سواء من مصر، سواء من الهند، من كثير من الدول، من الصين، من أيضا هذه الأدوية تحمل ماركات عالمية بينما هي مصنعة في دول أخرى. تتبع الهيئة العليا للأدوية وزارة الصحة العامة والسكان ويناط بها وضع السياسة الدوائية والإشراف على ما يتم استيراده من أدوية طبية سواء كان للقطاع الخاص أو القطاع العام. الهيئة وإلى اليوم تعمل بقانون 1975 في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، ومنذ ذلك التاريخ ومجلس النواب ممتنع عن التصويت على قانون جديد تحصل بموجبه الهيئة على استقلال مالي وإداري. في إبريل من العام 2012 أقر مجلس الوزراء قانون الصيدلة والدواء وسجنه مجلس النواب في الأدراج. يرى الكثيرون أن هذا القانون وفي حال رأى النور سيحد من ظاهرة التهريب، إذ أنه سينظم مزاولة مهنة الصيدلة وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل واستيراد وتصنيع الأدوية والشروط اللازمة لفتح وإدارة المنشآت الصيدلانية، كما أنه سيحمي المجتمع من الأضرار الناجمة عن الأدوية المهربة بعقاب رادع قد يصل حد الإعدام. الإجراءات المتوفرة من خلال لائحة صناعة تجارة الأدوية لا ترتقي إلى أن تكون رادع لمن يقوم سواء كان بالتقليد أو بالتهريب. وعندنا قانون الصيدلة هو الآن في إطار يعني في مجلس النواب، ونحن ننتظر صدوره، وإن شاء الله يتضمن يعني إجراءات رادعة على لمن يصور نفسه أنه يقوم بتهريب هذه الأدوية. ما الذي عرقل صدور هذا القرار أو القانون؟ في إطار برنامج مجلس النواب، وهذا السؤال يطرح على الإخوة في مجلس النواب. هل ترى أنه سيحد هذا القانون من التهريب؟ هو متى ما كان في تطبيق للقانون وكان القانون يعني فيه الضوابط والرادع الكافي لهؤلاء، أنا متأكد أنه سيلعب دور. وفق هذا القانون ما هي العقوبات المتخذة ضد المهربين؟ أنا أقول هل تصل العقوبة حد السجن مثلا المؤبد أو الإعدام أو وكأنه في أشياء، في مواد مطروحة نعم بهذا المحتوى، يعني فيه نعم بغرامة يعني كبيرة أو سجن وكذا. نعم حاليا أنا لو أطرح لك إنه نحن هنا في الهيئة عندنا لائحة صناعة تجارة الأدوية تنص إنه إذا الواحد لعب في سعره يعني المسجل في الهيئة في الغرامة 10,000 ريال، يعني كمرحلة أولى. فتصور أنت يعني يلعب في أسعار والغرامة 10,000 ريال، يعني موضوع سهل بالنسبة يعني لي. أنا سألعب في السعر والغرامة في النهاية 10,000 ريال، ما نعم لا تؤثر علي كثير يعني. نعم هذا نعم. ونحن نحرص أن نقول طبعا يأتي الأخ يقول لك أنا بموقع بإيش، صعوبة أنه عندك ما عندك قانون تطبقه على سنة اتخاذ الإجراءات الصارمة وكذا. نعم فيما يخص قانون الدواء والصيدلة والدواء أين ذهب هذا القانون؟ هو الآن في مجلس النواب، ونأمل أنه يتم الانتهاء منه في الربع الأول من العام 2014. من يعرقل هذا القانون؟ لا توجد عرقله، ولكنه الهيئة تعمل بقانون 75 نعم المقدم إبراهيم الحمدي. قانون جميل جدا. مشكلتنا في التنفيذ أخي، لكن في قصور. مشكلتنا القانون في لوائحه الداخلية يقول أنه 10% غرامة للمهرب. لا 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 لا, لا أقصد لا هذا الإجراء ليس رادع، تبعته قوانين أخرى ولوائح تنفيذية تسهد في العقاب الشديد. لكن أنا أقول لك بشكل عام، إذا عدت القوانين اللي موجودة عندنا في الأدوية، والله أقول لك من أجمل القوانين في العالم، مصيبتنا في التنفيذ لها. إذا نفذت هذه القوانين بشكل صحيح، وأنا أكرر دائما وباستمرار التكاملية، إذا وجدت التكاملية أخي لن أستطيع عمل حاجة إذا لم يكون عندي. صحيح دكتور، خليني قطعك. هناك من يقول أنه ربما وزارة الصحة لا تريد إصدار هذا القانون لأسباب كثيرة، من ضمنها أنه لا تريد الهيئة العليا للأدوية أن تكون على استقلال مالي وإداري. أولا واحدة من العوامل الإدارية اللي هي
تسهم في هذا الجانب أنه نحن نأخذ الآن بما هو يجرى في العالم من حوالينا. وأقول لك بالصدق نحن الآن أخذين تجربة استقلالية الهيئة ونسميها الهيئة العليا للدواء والغذاء والمستلزمات الطبية، وهذا من المشاريع التي تتبناها الاستراتيجية الصحية حتى العام 2025. عندما تكون هذه، وأخذنا تجارب بلدان من حولنا، هذه تكون استقلالية متكاملة فيها. وصدقني لا يمكن إنسان سوي أن يرضى بأن يشاهد أو يرى دواء مهرب أو مزور ويكف نفسه عن الإبلاغ أو عن المحاسبة لهذا. لكن متى ما اكتملت الأجهزة متكاملة في أداء مهامها، أنا أؤكد لك أن العملية هذه ستختفي. أوكي، بس لماذا لا توكل المهمة بشكل كامل للهيئة العليا للأدوية وهي تكون المسؤولة المباشرة؟ كيف بتستطيع تنفذ هي؟ معها عسكر في الحدود، الهيئة العليا للأدوية معها عسكر في البحر، معها عسكر في مع مندوبين في المنافذ، مندوب واحد. طيب اندوب لي في 2200 كيلومتر، كيف بيضبط هذا المندوب الواحد؟ قوارب تجي من جيبوتي، من الصومال، من ام القنا. انت في الوزاره ترون من ضروره الاستقلال الهيئه؟ طبعا هذا شيء عظيم ولا بد ان يحصل. عندما تستقل الهيئات وتؤدي خدماتها بشكل مستقل اداريا وماليا وتكون خاضعه للمحاسبه والرقابه للاجهزه المركزيه للدوله، بالتاكيد ستؤدي مهامها بشكل صحيح. نعم، من يعرقل هذا التوجه؟ لا احد يعرقله، لكنك انت في ظروف تعيقك، ظروف ماديه، ظروف اقتصاديه للبلد، نحن لازلنا نشوفونا في مأساة. من السهل شوف نظريا اني افصل لك من السماء قمصان. هو طبعا انا اقول ليس قانون الرقابه على، ليس قانون الدواء فقط لا غير، وانما يجب اعاده النظر في جميع التشريعات المتعلقه بتجريم العقوبه كل من يمارس مهنه الغش والتزوير والتقليد وبيع سلع منتهيه والتهريب. يجب ان لان هنا انت تقتل اجيال، يجب ان ترقى الى جريمه الى عقوبه الاعدام كما هو موجود بجميع دول العالم، لان انت هنا لا تقتل شخصا بعينه وانما انت تقتل مجتمع بكامله. الذي يبيع مبيدات محرمه دوليا، هنا انت يعني تسمم الهواء الذي يستنشقه كل انسان، هنا تقتل التربه التي تنمو عليها النباتات، هنا انت تمارس القتل بطريقة أو على المدى الطويل. الذي يبيع دواء مهرب أو مغشوش، هنا أنت تقتل من يتناول هذا الدواء. وبالتالي جريمة الإعدام يجب أن تمارس أو أن تنص قانونا في جميع التشريعات اللي منها. نحن كجمعية كان لدينا ندوة قبل حوالي 4 أشهر تتعلق بالعدل والمستهلك، وتتعلق بدور السلطة القضائية، دور النيابة، دور أجهزة الأمن، دور هذه الأجهزة فيما يتعلق بحماية المستهلك. ووجد بأن التشريعات اليمنية كلها لا ترقى إلى أن تجرم، إلى أن تجرم العقوبة من يمارس مثل هذه الممارسات. يعني تلاحظ أن من يقوم ببيع دواء مهرب أو مغشوش يعاقب ب100,000 ريال. غياب قانون الصيدلة والدواء وضعف الدور الرقابي الحكومي جزء من مشكلة التهريب الدوائي، كما أن للمشكلة أطراف أخرى كالجمارك والأمن وهيبة الدولة. في المنافذ البرية والبحرية والجوية تجد موظفي الجمارك ورجال الأمن ومندوبي الصحة، لكن لا تجد أدنى تنسيق أو تفاهم بينهما، وهذا ما تؤكده الهيئة العليا للأدوية. فيما يخص الجمارك والأمن، كيف تقيمون أدائهم في هذا الاتجاه؟ يعني نحن كجهات ممثل التنسيق كان عندنا قبل أيام ندوة حول تهريب الأدوية، وأتوا الإخوة طرحوا من الجمارك ونحن طرحنا. يعني ما صراحة في نوعا ما من اللبس، يعني إنه مثلا مندوبي الهيئة يعتبروا تابعين، وكأنهم تابعين لموظفي الجمارك، وكأنهم تابعين لموظفي الجمارك. يعني مثلا بمعنى انه صراحه وانا طرحت هذا الموضوع انه تاتي 10 حاويات ادويه، فياتي مندوب الجمارك مثلا يقول هذه الحاويه الذي تفتش. تصور انت، لكن ايش في الحاويات الاخرى؟ نحن لا ندري ايش في الحاويات الاخرى. يعني نعم، هذا الذي بيحصل. نعم، يعني قد، يعني أنا أقول لك على سبيل المثال، مرة من المرات صن في يصل باسم شركة عريقة ضمن خردوات،
خذ دوات. شوف يعني ظاهرة التهريب كيف يعني نعم يعني نعم نعم. فهم الإخوان لما أنا ما أقول إنه نحن في تعاون، لكن يعني يجب أن يكون ممثل الهيئة العليا للأدوية أو مندوب الهيئة بحكم إنه هو المعني والفني في هذا الجانب أن يكون له الصلاحية الواسعة فيما يتعلق في الأدوية، فيما يتعلق في اختصاص. أنا طيب هل سجلتم اعتراض بهذا الخصوص؟ أنا طرحت هذا الموضوع، طرحت، وإن شاء الله الإخوة في الجمارك سيعيدوا النظر في هذا، سيعيدوا إن شاء الله النظر في هذا، وإن شاء الله يكون خير. يعني تعتقد أنه هذا برضو من سبب الدخول أو تسرب بعض الأدوية؟ أنا أنه العمل ليس في تنسيق. نعم، أنا في اعتقادي جزء، لأنه صراحة عندما تأتي أكثر من حاوية، وأنا يعني هو ليس طبعا مندوب الجمارك أنه فتش هذه الحاوية بقصد، لا، يعني بحكم انه كانه من الحاويات هذه تؤخذ حاويه. نعم ايوه. وحتى انه احيانا هو حسب ما علمي انا، وكما يطرحون هم، من هو مستورد ذهبي ومن هو مستورد في قائمه سوداء ومن هو كذا، لكن يعني انا اقول يعني كل واحد له نظرته في هذا الجانب. يعني نعم، فانا اقول انه عدم فعلا تلمس الحاويات كلها، لا نستبعد ان يكون تكون ادويه مثلا دخلت في حاويه غير مسجله، يعني ويحصل وحصل. شوف، الهيئة العليا للأدوية هي مهم يعني هيئة مستقلة تتبع لوزارة الصحة، إشراف وزير الصحة، ومهمتها تنسيق الوكالات والإشراف على الأدوية والشركات التي تقدم وتسجيلها في البلد. هنالك عندنا الإدارة العامة للصيدلة والتموين الطبي في وزارة الصحة، وهي ممثلة في كل مكاتب الصحية الدنيا بدءا بالمحافظات والمديريات. هذه مهمتها الرقابة والإشراف على الصيدليات وعلى الدواء، وتقوم، أنا لا أنكر أنها تبذل جهود في هذا الجانب، لكن العملية لما أقول تكاملية، أنه إذا ضبط سين من الناس في الحدود مهرب، أو إذا ضبط سين من الناس في صيدلية مهرب، وطلبت من الأجهزة الضبطية ألقاء القبض على هذا الشخص وتقديمه للمحاكمة عبر النيابة وعبر القضاء، يفترض أن تكون هذه العملية مسؤولية متكاملة. أحيانا نضبط ناس ونحيلهم وما فيش أي إجراء ضدهم. تقصد الجانب القضائي والنيابة بشكل عام؟ أقول لك المسؤولية تكاملية بدءا بالخطط. طيب دكتور، في بعض يقول أنه تداخل المهام برضو سهلت المهمة أمام المهربين. لا أنه مكاتب الصحة في المحافظات تراقب، الهيئة العليا تراقب، أنتم تراقبون، وبالتالي تشتتت الجهود. لا أبدا، نحن نقول يا أخي في الحدود هربت دواء، هربت سلاح، هربت هيروين، يعني هو تهريب في الأخير. يضبط الشخص والكمية اللي معه مباشرة تحل الأجهزة الضبطية. نفس الكلام ما يحدث في الإشراف والرقابة على الصيدليات اللي تمارس مهامها، على تجار الجملة، تجار التجزئة. طيب خلينا عشان نكون واضحين، الهيئة العليا للأدوية تبدأ مهمتها أنه تراقب العلاج من البلاد المصدرة. نعم. إلى أن يدخل مخازن أو مستودعات. نعم. المستوردين. نعم. أنتم في وزارة الصحة تبدأ مهمتكم أو تتمثل مهمتكم في الرقابة داخل الصيدليات نفسها. نعم. العلاج المهرب. نعم. يواع من داخل الصيدليات هذه. نعم. إذن القصور ربما لديكم أنتم. لا، هذا العلاج لما تسأله من فين جبته يقول لك مش عبر الشركة، لأنه نحن إذا وجدنا علاج وهو مورد في اليمن باسم شركة من الشركات العاملة في اليمن، سهل ضبط صاحب الشركة. لكن يقول لك هذا العلاج جاء من السعودية ولا جاء من جيبوتي ولا جاء من دبي عبر الحدود. نعم. نعم. طيب هل قبضتم على أغلقتم صيدليات؟ هل قمتم بإجراءات؟ طبعا أنتم ما لا تلاحظون بين وقت وآخر أنها تغلق صيدليات وتقفل، في إجراءات نعم نعم تتخذ، ولكنها لا ترتقي إلى الحد اللي نطمح إليه. ما هو الحد التي أن توفر أدوية آمنة من حيث صلاحيتها، من حيث خزنها، من حيث تاريخ انتهائها، من حيث طريقة نقلها أيضا، هذه كلها إجراءات مهمة. عندما نقول النقل، حتى لو جبت دواء بطريقة رسمية إذا لم تشرف عليه منذ لحظة حمولته وكيفية خزنه وكيفية نقله وإدخاله للمستودعات، فأنت لم تقم بالمهمة. الجهات الحكومية تبدي استعدادات التعاون، لكن دورها الميداني محدود الغاية. على سبيل المثال، السلع المغشوشة والمقلدة تملأ الأسواق، أنت إذا ذهبت بكاميرتك إلى أحد الأسواق الشعبية ستشاهد بأن ما يعرض من هذه المنتجات
إذا لم تكن 90% مغشوشة ومقلدة منتهية الصلاحية.